ازيكم وحشتوني. النهارده هنقرأ مع بعض كل الأبراج بالتاروت. ركزوا معايا وصحصحوا، يلا على بركة الليل، واعملوا حسابكم ان دي طاقة مفتوحة تقدروا تسمعوها في أي وقت. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتشرفوني بالقناة. برج الدلو، هقرالك يا برج الدلو تاروت وهنشوف ايه اللي بيحصل معاك، ودي طاقة مفتوحة. عندك رجوع يا برج الدلو لناس قديمة كان بينك وبينهم عشرة ومودة، وبلاش يا برج الدلو الحساسية اللي زيادة عن اللزوم، وإحساسك إن نصك التاني بيهينك أو بيظلمك. إنت بس محتاج شوية صبر وتفاهم. وشغلك يا برج الدلو أنا عارفة إنه متعب ومرهق، فإنت برضو محتاج شوية راحة، بلاش تتحمل على نفسك أكتر من اللازم. أنا عارفة إن مجهودك هيجيب لك فلوس حلوة إن شاء الله، بس ما تخليش كل ده على حساب صحتك. واضح كده إن في علاقة تانية في السكة، أنا بحذرك. أما لو مكنتش مرتبط فهتحس بالسعادة في العلاقة دي. يا رب أكون أسعدتكم، وعايزاكم تقولوا لي رأيكم، نكمل تاروت ولا فلك، ولا نخليها حلقة كده وحلقة كده؟ هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. باي باي.